هعلمكم يا شباب ازاي تنططوا الكوره في فيفا 22. اولا بصوا عليها لو عجبتكم. راح بصوا بتدوسوا L2 مع R1 بسرعه جدا مع بعض. بصوا لا 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 بص شوف بس عموما نحاول يعني. بص L2 R1 مع بعض. بص عليا ثانية انا هوريكم الشاشة نفسها. اهو شايفين؟ بص او اوف يا لهوي كسرت العارضة. سمعت الصوت؟ بص اوف بص 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 التنطيط الاسطوري. انا بصراحة عجبتني. بيو يعني هي بصراحة التنطيط عجبني جدا جدا جدا. بص بص والاغنية حلوة قوي تمتعك وانت بتلعب. بصوا العب واحدة يعني خلاص يا ابني ده راح عليها بالعافية. بصوا 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 النني سمعته بيقول النني. او بوم 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 وبعديها بقى شوط. شفتوا التنطيط وتعمل كورة. بصوا جامدة. بصوا خبي دايما يا معلم. شوفوا شوفوا يا ابن اللعيبة. بص شفت الجول؟ بصراحة التنطيط عجبني جدا. خابي لامي انا عشان مش فيت كام مش هتعرفوا تشوفوني انا بعمل زي خابي لامي. يلا يا عم بصوا بصوا بس شفتوا بصوا عاملة ازاي. وقعت وانا تسديدة. ايه ده ثواني يو لو دي دخلت هبقى انا مذهل. اوف بس شفت بصوا بصوا ايه يا معلم. بصوا بصوا بعديها هوب خبلة ميمان. او مدتها. بصوا بقى دي اللي هتعجبكم بجد.
او سوري اوف واو بصوصه او يلا يا عم بقى والله ما راضي ينطط. ايه رأيكم؟ وبوم معلش بصوص هو كده بس صوته جامد. بص تنطيط الاسطوري بس لازم تبقى اهو بص لازم تبقى الكرة قريبة من رجل اللاعب. بصوصه L2 و R1 متتاليان بسرعة مع بعض على طول. بصوصه بعديها عطى هنا التسديدة القوية. شوفوا بصوا بقى دي شفتوا العالي. بصوا هدوس دايرة وتدخل. لا انا بقالي ساعة بحاول اعملها اصلا. بس ما تشيلش ايدك من عليهم. بصوا يلا ايه السلام.